اكيد سؤال وجيه بان الاضرابات اللي كاينه دابا كتاثر على وليداتنا، كتاثر عليهم بواحد الشكل كبير. خمسه ديال الاسابيع ما سهلاش، ولكن كنعاود نعطي رساله اخرى للوليدات والاباء ديالهم. الولد اللي كان عنده ربعه ديال السوايع في المدرسه غيقضيها، يقضيها في الدار، يبرك في الصالون ويتخيل راسو راه في حجره الدرس. الحمد لله وسائل الاتصال كاينه، كاين الاساتذه ما شاء الله من مده من كورونا كيقوموا بدروس نموذجيه ودروس في النت، فيستغلوا هاد الدروس ويشاهدوها ويقوموا بالتمارين، ما بقاوش مربعين يديهم. هاد اليوم ماشي ديال التربع اليدين، ديال الخدمه. حنا وليدات المغرب خاصنا نخدموا. الاب والام خذ هذه الرساله بجديه وتهلاي في وليداتك لانهم هما الاساس. يبرك نعاود نقولها مره اخرى لاهميه الموضوع، يقوم بالدروس ديالو في الدار، قراها في المدرسه ربعه السوايع ما كانجاش الاستاذ يقراها.